انا استخدمت هنا يعني اقول لكم ايه، اقل طبعا من ربع كيلو، يعني هي قطعه فراخ، ممكن الفراخ دي تبقى صدور فراخ اوريدي كنت شارياها فيليه، فباقي عندي قطعه، عندي شويه الفلتوهات الصغيره، اي بواقي فراخ عندك حتى لو مسلوقه شليها على جنب او متحمره او كانت شيش طاووق مفيش اي مشكله خالص، المهم ان احنا يبقى فيها فراخ. تمام، محتاجين ايه بقى لشوربه اللسان عصفور؟ صدور دجاج مكعبات صغيره قوي، كوباية من اللسان عصفور، كوب ذرة حلوة اللي هي السويت كورن إذا موجودة، بصلة مفرومة، عود كرفس، واتنين جزر مكعبات، مرق الدجاج، نص كوب كريمة طهي، زبدة وزيت ورشة قرفة، حبهان باودر، كركم، ملح وفلفل أسود. هنشيل ايه لو احنا عايزين نشيل؟ ممكن نشيل السويت كورن نحط بداله بسلة، ممكن نخلي الجزر احلى، ممكن نضيف كوسة، خلينا كمان يبقى عندنا نشيل كريمة الطهي إذا برضو غير متاحة، نحط معلقة دقيق بكوباية لبن أو نص كوباية لبن على معلقة دقيق صغيرة، ما تبقاش يعني تقيلة قوي عشان ما تقلناش الشوربة قوي، لأن الشوربة اوريدي فيها لسان عصفور، فمش عايزين الموضوع يقلب بقى بشاميل. أوكي، زينه خفيف قوي، في معلقة دقيق صغنطوطة خالص على نص كوباية لبن، دي بديل الكريمة لو عايزين نتقل الشوربة أو نديها القوام بتاع الكريمة. يلا بينا نحط الحلة على النار. أول حاجة هعملها إن أنا هشوح الفراخ. نعم شعري صح؟ أهو أهو، ثانية واحدة بقى. أها، لا على إيه؟ ليه خلاص؟ ليه خلاص؟ أهو، مع إني يعني أنا لما كل حاجة، بس لازم ربنا ما يقطع لنا عادي. يلا الزيت والزبدة علشان عايزة أشوح الفراخ أولاً. تشويحة كده لذيذة سريعة على نار حامية، عشان الفراخ ما تنزلش ميتها وإيه تبقى طعمها وحش قوي قوي، لازم النار تبقى حامية، لازم لازم اي حاجه بتتشوح في الدنيا مش هتتشوح على نار هاديه. تشوحي بقى فراخ، تشوحي لحمه، ستيك، صدور فراخ مشويه، لازم النار تبقى حاميه كده. هنزل بالجزر والبصل، خلينا البصل الأول، ممكن نحط توم كمان إذا عايزين تحطوا توم بيبقى لطيف، حط شوية كرفس، بحب تشويحة الكرفس دي لأنها بتدي نكهة وطعم خطير. عارفين بقى كمان بدل اللسان عصفور ممكن تحطوا ايه؟ نص كوباية من الشوفان، ايه رأيكم؟ بتطلع تحفة. عندنا شوفان؟ اه صحيح، اه لو عندنا شوفان هحط شوفان بدل اللسان عصفور، يلا بينا تبقى صحية اكتر. وبتبقى عاملة زي شوربة الفريك، بصل والكرفس والفراخ والجزر، زي ما قلت لكم عايزين بسلة، عايزين كوسة، تمام، بس ما تحطوش الكوسة بقى في الأول، تشوحوش الكوسة تشويحة لذيذة. في اي حاجة تانية ناوية تتشوح؟ ممكن ناخد الكورن
كده. بعد ما نخلص تشويح خالص بنعمل ايه؟ نتبل بقى. ليه نتبل بعد ما نخلص تشويح؟ عشان الزيوت العطرية اللي موجودة والروائح الحلوة اللي في البهارات تطلع معانا وريحتها تبان، نقوم طشينها على طول ما تتحرقش، فمش من بدري. هنا بقى تبل، اقوم حاطة الفلفل الاسود، وقبل ما اقلب هحط كل حاجة، حبهان، عندي قرفة، عندي كركم. احنا حاطين فلفل اسود وحاطين زبدة وهنحط الكركم، والكركم كده الحاجات بتاعته اللي بتشغله وتخلي جسمنا يستفاد من الفوائد بتاعته موجودة، الفلفل الاسود والزبدة. حط بقى رشة كركم كده، رشة قرفة، رشة الحبهان، اول ما نشم ريحة القرفة والفلفل الاسود يبقى كله تمام زي ما احنا شايفين كده. هقوم مزوده الكرفس تاني. انتوا عارفين انا لما باجي اعمل شوربه خضار بحط كرفس كام مره؟ بحط تقريبا 4 مرات كرفس. كل مره، كل مرحله بقوم حاطه كرفس تاني لحد قبل الاكل، اقوم حاطه كرفس علشان ريحه الكرفس بتروح، وببقى عايزه ريحته وهو فريش كده تفضل موجوده معايا. هنزل كمان، انا كل حاجتي هنا مش مستاهله تسويه كبيره عشان نضيف عليها الشوفان. هحط شوفان من دلوقتي، بتطلع عامله زي شوربه الفريك. عارفين شوربه الفريك اللي عملناها امبارح قد ايه لذيذه؟ اللي ما بيحبش الشوفان هيحب الشوربه دي جدا. هنزل بقى بالمرقه، ده لو عندي مرقه، ما عنديش مرقه هحط ميه، مفيش اي مشكله خالص، ممكن تبقى ميه فقط. كده احنا حطينا بدل اللسان عصفور الشوفان. غيرنا الوصفه مع بعض واحنا واقفين اهو. عادي جدا. طبعا اللي حابب يحط لسان عصفور ممكن يحطه زي ما هو ابيض كده لو انتوا بتحبوه كده، او حمروه على جنب، لانه مش هياخد اللون مع التحمير بتاع الفراخ. يا اما تشيلي الفراخ والخضار وفي نفس الحله تقومي حاطه شويه زيت ومحمره اللسان عصفور عشان ياخد اللون الحلو اللي احنا بنحبه، او اذا بتحبيه ابيض مفيش اي مشكله تقومي تضيفيه ابيض كده عادي جدا. كريمه مش هنحطها دلوقتي، ولو مش عايزين تحطوا كريمه خالص شيلوها، وخصوصا مع الشوفان يعني محطش كريمه. زي ما قلت لكم لما حطيت الشوفان في الشوربه، بصوا، مش حاسه ان انا عايزه احط كريمه بقى، الشوفان عامل زي الفريك. بصوا بصوا خلى الشوربه عامله ازاي، فقد ايه الشوربه دي حاساها صحيه، مش محتاجه بقى خالص ان احنا نحط كميه كبيره من الكريمه او نخليها اتقل او كده، فخلاص هنخليها صحيه كده ولذيذه زي ما احنا شايفين. زودت لها بس شويه ميه، وانا موطيه النار كمان مش معليه النار، و هصب الشوربه دلوقتي، شوربه الذره بالشوفان بالخضار بالفراخ، شوربه حلوه قوي قوي قوي. لو حتى حد يعني عايز وجبه مشبعه، وجبه كامله اهي في طبق واحد. كده وايه للتزيين، للتزيين هقوم رشه رشه الكريمه بس للتزيين كده كده كده. مع رشه من الفلفل الاسود، مش عارفه اذا كلكم الفلفل الاسود مهم كده التاتش الاخير بتاعه، انا دايما من الحاجات اللي بزودها في الاكل الفلفل الاسود. اخر تاتش الفلفل الاسود. عملنا ايه النهارده؟ عملنا
الشوربه الحلوه دي اخر حاجه صبناها كانت شوربه فراخ بلسان عصفور، بس خليناها شوربه شوفان مع بعضينا واحنا بنتكلم. حسيت ان الشوفان هيبقى ألذ واخف وهيديها كده طعم وريحه حلوه. فعلا اللي ما بيحبش الشوفان يجربها، انبسط قوي 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 بطبق الشوربه ده.